رح ننتقل لعالم الفن المسرحي بغانديفو اليوم، ورح نحكي عن مسرحية الزودة اللي عم تنعرض بمسرح الجميزة، ورح تبلش تنعرض بمسرح الجميزة. ومعي اليوم ناتالي سلامي، صباح الخير. صباح النور. رين صعب، صباح الخير. وناتالي كتورة، صباح الخير. ورين صعب، أهلا وسهلا فيكم. حضرتكم اقتبستوا هالمسرحية للكاتب جورج بيريك وحولتوها، لبننتوها شوي على طريقتكم، أخرجتوها وعم بتمثلوا فيها حاليا. يعني الشغل بالفعل كامل ومتكامل لإلكم. أول شيء مين طلعت معه الفكرة؟ أنا كنت عم بحضر مسرحية وعم بسمع كثير عن الزودة، والناس دائما عم تحكي عن الزودة عن الزودة، فحكيت مع الصبايا وقلت لهم شو رأيكم نلعب هيدا المسرحية. فكانوا كثير مشجعين لهي الفكرة. ناتالي، نحن بنعرفك بأدوار تمثيلية، بنعرفك بمسلسلات كثيرة مثل أماليا، العشق المجنون، الغالبون، ولكن ما بنعرفك بالمسرح وما بنعرفك إخراجيا ولا كتابيا. تشاورتي مع الصبايا وبعدين اجتمعنا نحن، بس بنحب نقول انه هيدي المسرحيه كنا لعبناها اصلا بمشروع التخرج عنا من 6 سنين. نعم. فرجعنا قررنا نرجع نعيدها، نعدلها اخراجها ونرجع نلعبها من اول وجديد. ناتالي، كيف كان وين كانت صعوبه الاقتباس، صعوبه اعاده الكتابه، الترجمه ايضا لها المسرحيه وتحويلها او توصيلها للمجتمع اللبناني؟ هلا اكيد نحن من بعد 6 سنين من هيدي الفتره بدنا نرجع نغير بكثير اشياء كنا عاملينها قبل، وهلا بدنا نرجع نغيرها حتى تكون مجاريه للوضع يلي نحن فيه. فبالنسبه لناحيه الترجمه ما كانت صعبه، لانه ديجا كان النص نحن مترجمينه من 6 سنين، اخذناه هو ذاته اضفنا عليه، بس انه ما كثير غيرنا، شوي غيرنا فيه بس انه مش لدرجه كومبليتلي غير. وحطيناه ضمن اطار واقع لبناني نحن هلا عم نعيشه، ضمن اطار الزوده يلي كل العالم زوده المعاش يلي كل العالم بالفعل يعني عم بيصير فيها، مش بس مشاكل على صعيد شخصي انما على صعيد المجتمع بشكل عام يعني، ومظاهرات ونزول الى الشارع. هي المسرحيه ذكرينه بقلب المسرحيه كمان، حكيتوا عن هالموضوع، حكيت تقريبا عن كل شيء بتشوفيه بواقعنا اللبناني هلا، المظاهرات، المستشفيات، الكهرباء، المي، كل شيء عنا بلبنان الحمد لله عنا كثير اشياء. سلسلة الرتب والرواتب يعني ابدا، كل شيء، حتى الافتات، حتى شو ما بدك ذكرناهم بقلب هيدي المسرحية، لأنه يعني بتحمل نحكي عن كل شيء، كل يوم خبي لنا شيء زيادة. يعني صحيح الأساس هو للمسرحية الأصلية لجورج بيريك، ولكن تحولت طبعاً بالفعل بشكل شخصي. هو جورج بيريك لعبها بطريقة إنه موظف أفكار براسه عم تبرم رايح تيطلب الزودة، شو بيتغير من مرة لمرة. نحن اللعب تبعنا صار كيف عم يفوت عند المدير، شو عم يستعمل اللبناني، كيف بيفوت، شو الحجج اللي عم يطلبه يعني، الطريقه تبعه، هذا اللي نحن اضفنا عليه. هالمونولوج النفسي اللي بيمرق براسه قبل كذا ما يفوت كمان. وبعرف انه ثلاثتكم عاملين دراسات عليا بالمسرح، رن ايضا دراسات عليا بالمسرح، وايضا بتكتبي، بتخرجي وبتمثلي مسرحياتك، مسرحيات عديده من متنا ورا الحيطان، هيدا الواقع وصرخه صمت يعني، بعرف شو بدي اقول لك، اسم الله عليكي. ناتالي كاتورا ايضا عم تعملي شهاده دراسات عليا بالبحث المسرحي، فمنشوف هون قد ايه التعمق بهالمسرحيه كبير، وكانه حطيتوا من حالكم وكل هالباك جراوند اللي عندكم اياه جمعتوه ليكون هون. ما بتخافوا انه تكون هالمسرحيه لشريحة معينة للناس ناتالي؟ ما بظن، لأنه كل حدا بلبنان أكيد بده الزودة. نعم. سواء كان أصلاً مدير أو مش مدير، كل العالم. فهي نحن عم قدمينها بطريقة كوميدية، فالناس رح تروح تتسلى تنبسط، وهي وعم تتسلى وتنبسط رح نضويلها على قضايا ومشاكل كل حدا إلا ما يكون عايش بشي منا قاطع بمرحلة، فرح يلاقي حاله موجود وبإيقاع كتير سريع بحركة كتير حلوة وكتير يعني رح يعيش معنا. مدتها؟ هي ساعة وربع. ساعة وربع. يعني عرفنا أنه تقريبا شخصياتكم بتشبه بعض، هل في شخصية مغيرة عن أخرين؟ هلأ هي مش شخصيتنا بتشبه بعض، هو كل واحد أخذ دور بقلب المسرحية. يعني مثلا نحن أفكار براس موظف واحد رايح يطلب الزودة، يعني القرار تخيير إذا ممكن يكون بالمكتب ممكن ما يكون بالمكتب، إذا كان بالمكتب بتدق ما كان بتروح، فرضا ما كان تعطي النتيجة. سو من مرة لمرة عم يتغير عندك شيء حسب المدير وحسب
الوضع الراهن اللي نحن موجودين فيه. هلا بيكون في ارتجال او ممكن يكون في ارتجال بكثير محلات؟ أكيد. بكثير محلات اجباري، لانه يعني ما مش مبين عليكم ابدا من النوع اللي بيلتزم بهالنص، وخصوصي انه انتم كاتبينه وانتم محاورين. يمكن نحن على المسرح منبين غير. هلا بدكم لا، دائما عندنا هيدي الفكره، دائما عندنا ارتجال، دائما بنشتغل على الديتاي، كل يوم عندنا شيء جديد، ايه حلو بنحطه، ايه لا مش حلو ما بنحطه، دائما عندنا هيدا الشيء. مش وحتى المحلات اللي بنفوت فيها تحكي مع المدير تحمل كل حدا يرتجل، لانه كل حدا عند ظهره المدير عليه مختلفه، عنده طريقته يعني انا بعبر غير ما هي بتعبر، كل حدا عنده عنده طريقته حتى ليه يتقدم فيها لعند المدير، انه انا كيف هلا بدي اروح لعند المدير باي طريقه، باي دماغ، باي امبيانس، مزاج، باي مزاج، باي خوف، يعني بأي كل واحد عم يجرب يقنع المدير على طريقته. بس بالاخير نحن ملاقيين نحن طريقه، لازم تنزلوا تحضروا ولا تعرفوا. مش رح تقولوا لنا شيء، انا حاسه اليوم اخراجيا مين اكثر شيء اشتغل يعني على الناحيه الاخراجيه، كيف كانت التحركات على المسرح؟ نحن كنا عم نحضر قبل بوقت، قبل بليل اذا بدك من تمرين لشو بدنا نعمل بكره. فعم نتشاور، كل وحده منا بتروح بتحضر ببيتها، بنيجي تاني نهار بنتناقش فيهم، نقنع بعضنا مين الاقوى بيقنع الثاني اكثر بفكرته ومننفذها. وكان في صعوبات انتاجيه؟ اكيد. لو هي انتاجنا المسرحيه عشتوا زوده يعني كل شيء منا. لهلا عملناها انتجناها، هلا بدنا نطلب الزوده. هلا بس اكيد في ناس كثير ساعدونا. هلا مزبوط انتاجيا مكلفه، بس في ناس لابد انه نشكرهم، لانه كثير ساعدونا، كثير امنوا لنا خدمات واشياء وفرت علينا انتاجيا. بدنا نخص بالذكر هيفا فقيه، بدنا نخص آرا، نادين، الشباب يلي عم بيساعدونا يلي هن عمر، بسام، وزهير. خلينا نذكر بليز بس معنا كمان شخصين بمثلوا، هن ديانا البني وحسين أبوق كمان. قبل ما نحضر الفيديو ونختم فقرتنا، بدي نذكر وين وايمتى عم تنعرض. نحن عم نعرض بمسرح الجميزة كل خميس، جمعة، سبت، أحد، الساعة 8:30. ورين بتقلنا رقم التليفونات للحجز. رقم التليفونات سريعا رين. 0305-06-91-7633-8257. خلص رح نرجع نعيد الأول. 0506-91. رح نحضر الفيديو اللي حضرتونا إياه. أهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله موفقين. أنا أكيد رح نظل أحضره. بنحضر الفيديو سوا ونختم. محلي قولي بشرفنا بهالرعايه، ووعودك إلنا عطول بكفايه وموفايه، ووعودك إلنا عطول بكفايه وموفايه، ووعودك إلنا عطول بكفايه وموفايه. قدامك ببقى مسؤول من وعودي ما